محاسب، ايه اللي جابك؟ اني اصلي. لا لا لا، اعمل معروف، كفاية اللي حصل. اني بس كنت عاوز. عايز ايه؟ عاوز. لا، عيب عيب يا محاسب. سلامتك، مالها رجلك؟ اتقصعت. وريني. اشوفها. لا. الوجع فين؟ هنا؟ اي ولا هنا؟ مش عارف. هنا؟ اخسى عليك بقى، عشان رجلي بتوجعني مش قادرة اجري. تعمل فيا كده؟ نرجس، ليه بتجي مني؟ يعني انا كنت عامل حساب السؤال. ليه يا نرجس؟ رد علي. عشان بحبك. تحبيني كيف وتهربي مني؟ خايفة يا محسن، خايفة لتكون بتلعب علي. أنا يا نرجس؟ أنت زعلت مني؟ حقك علي. يلا يا محسن. على فين؟ ترجع المركب. وأنت؟ أنا لا. كيف؟ كلها ساعتين ثلاثة وحتنزلون، على ايه بقى نتعلق ببعض؟ انت هتبحري معانا لحد مصر. وتفتكر مجاهد حيرضى؟ مجاهد يبان صعب وشديد، لكن قلبه زي السكر. مجاهد ما بيحبنيش. كيف؟ عشان بحبك. وش دراه؟ مفيش حاجة بتستخبى. فاكر يوم مجاهد ما زبطنا بنتكلم مع بعض وشخط فيا؟ ايه. كان غيران منك. بتقول ايه؟ والمصيبة انك سكت وحطيت وشك في الارض ولا قدرت تتكلم. اني؟ عشان عينك مكسورة مني. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ضيعت المحفظة. والمحفظة ولو فيها ايه؟ ولا ملين خردة في مال ابوي واهل البلد. ولما هو لقاها ما خدتهاش منه ليه؟ شالها وقفل عليها. طب على الاقل كان يوري لك طريقها. ماني عارف طريقها. مش معقول. مش معقول ليه؟ مسمر عليها في الخن قدامنا. اني خن بقى؟ اللي انت قاعده فيها. ايه؟ تحت الفرش عدل. يا خبر. امال عقلك قال لك ايه؟ مقدم، شوف مقدم. مش قلت لك تعال؟ مقدم يا ديب 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 يا يلا يا محسب نرجع المركب. مدى احنا قاعدين شوي؟ بعدين مجاهد يصحى وما يلاقيناش. ملوش عنا حاجه. ما تنساش برضه ان هو رئيس المركب. المركب مركب ابوي وانا صاحب التصرف فيها. طب ما تزعلش، تعال. على فين؟ هنلعب بس بس بس. كيف؟ هقولك، تحط ايديك هنا. ايه. وانا هحط ايدي هنا. ايوه.
ولما اجي اضربك تروح شايل ايديك، المهم ان ايديا ما تلمس ايديك. حلو، فهمت؟ حلو، يلا. ها؟ لا مش هنا حد، هنا اهو. يلا. اي يا ما قلت لك تشيل ايديك على طول. طيب. اوعى. اهدى. ما شاء الله، حاجة حلوة قوي. بتلعبوا ايه؟ بسبس ناو. بسبس ايه؟ ناو. بسبس ناو المركب غرزة في الطين. ومين اللي غرز؟ انت؟ اني؟ ايوه انت وهي. لا هي ما ذنبهاش. بقى اسمع محسن، انا اتحملت كتير، قلت يمكن تحط عقلك في راسك، لكن الظاهر انت عاوز نقرصك من ودنك. ودني؟ ودني كيف؟ ودنك اللي قلعت منها الحلقة قولت البارح. انا مش صغير، انا راجل. اكده؟ طب فوت معايا. فوت. يلا يا نرجس. نرجس مش راجع على المارك. بقى اسمع يا مجاهد. انا الرئيس مجاهد. وين ابوي صاحب المركب؟ وين اللي صرف فيه؟ ابوك اتمني على المركب والشحنه والمال، وعليك انت كمان. انا مش قاصر عشان ابقى تحت وصايتك. انت قاصر لحد ما نوصل مصر ونشتري الوبور وتتوتق عليه وترجع لابوك وللناس المستنيينك. انت فاهم بقول ايه؟ رئيس مجاهد. بقى اسمع يا ولي. ولي ولي كيف يا مجاهد؟ انا لما اتكلم انت تطب ساكت. اسكت. كيف انت عقلك قال لك؟ اسكت. اسكت يا محسن، اسكت. انا نبهت عليك كتير ما تطلعيش من الخل. ما سمعتيش الكلام يبقى تستاهل اللي يقرالي قدام يا محسب. وحتسيبوني في حته مقطوعه زي دي ما فيهاش صريخ ابن يومي؟ وملانا حيوانات وعقارب وتعابير. اوقفي على لسان الجزيره وتشاوري كده. الف من يركبك معاه. رئيس مجاهد، انت عملت جميل ولازم تتم. رجعني المركب وحنزل في الخن، مش هطلع منه ابدا. ما فيش نسوين بتركب معانا. يلا محسب. حسب. لما اقول لك على حكمه ابقى اسمع كلامي. ارفع الهلب، شيل السقاله. مجاهد، يا مجاهد، مجاهد استنوا، خدوني معاكم.
هموت يعني. فتحي عينيك، فتحي عينيك، فوقي. يمي ماسك السكين عايز يموتني. ما تخافيش انا موجود. هاتولي مجاهد، عايز مجاهد. فوقي يا نرجس انا مجاهد. انت اخسى عليك يا مجاهد، يا خاين يا وحش. وقف تعمليها الطينة يا ريس. اي يا دراعي. اي بعد الشر على. وقف تعمليها روحت الشاي فط طيب. اي الشاي يا ريس. هات اشربي بالشفة. اسقطي كمان. ها زي الحال دلوقتي؟ احسن شوية. حاسة بسخونة؟ مش عارف جس كده. لا احسن كتير دلوقتي، تنامي وتتكلفتي وتصبح يا عالي ان شاء الله. كتر خيرك يا مجاهد. على ايه انا عملت ايه؟ مصيت السم من دراعي. تصبحي على خير مجاهد. ايه انت زعلان مني؟ لا ابدا ابدا. Thank you.
وانت محمومة. وطي صوتك حد يسمعنا. ماشي يا ليه؟ حد زعلك؟ لا يا عم، كفايه اللي حصل. مش ممكن اسيبك في البحر لوحدك، انا جاي معاك. حاسب الله، انا حجيب الفلوس واهرب معاكي. حرام لما فرق بينك وبين مجاهد. قلت لك حجيب الفلوس. اسمع يا محسن، اعقل يا حبيبي، ما تبقاش مجنون. انت عايز مجاهد يودينا في داهيه يقول سرقوا الفلوس ويهربوا بيهم؟ هنروح مصر واتجوزك. البابور يا محسن، مش ضروري بابور. اعقل يا محاسب، اعقل. اربط الجارب. عاوز تهرب بالفلوس؟ تقول لك الوابور يا محاسب، تقول لها مش ضروري وابور. نسيت ابوك العاجز اللي البحر كل منه؟ نسيت اهل بلدك اللي مستقبلهم بين ايديك؟ نسيت ورد؟ لكن الحق مش عليك، الحق علي انا. حبيت اعملك راجل طلعت عيل يا مجاهد، واغلى من عيل كمان. من السعادة المال مش هتعرف له طريق لحد ما نروح مصر ونشتري البابور واحطك عليه وارجعك الاقصر.